السلام عليكم، كديرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقة تحضير مسمن. فعلا كاين دابا اللي تقول لك ايوا المسمن ما كاينش اللي كيعرف يديرو. ايه كاينش اللي كيعرف يديرو، ولكن كاين الفرق بين مسمن ومسمن. هاد المسمن اللي نوجد لكم اليوم طريقة بسيطة، اي وحدة ما كيصدقش ليها المسمن غادي يصدق ليها هاد النوبة اكيد، وهيجي مورق بنين مش لك المسمن اللي قاصح تجبدي معاه. مهم ان شاء الله مسمن خطير غادي يعجبكم، طريقة بسيطة مورق و هتخدموه دغيا دغيا من الاخر. تحت تقدروا ديروا ستوك ديالكم، انا اصلا المسمن ديما كنفضل انني ندير ستوك. كنت ديري في ستوك غير هو ما تحمرهش، خلي ليه باش ملي تسخنيه يتحمر شويه وكيجي واعر، باش كتسخنيه كيجي بحال يلاه طيبتيه. شحال من وحده كتعكز عليه المسمن ديالك لقيتيه عجان وراق طيب، اما الا قديتي واحد لا كونتيتي. انا اصلا المسمن اللي نصاوب لكم اليوم هنصاوبو كبير صراحه، ماشي ندير مسمن صغير هكا. الا جايين عندكم شي ضياف ولا بغيتي تزوقوا الطبيله وداكشي ما فيها باس ديروا مسمن صغيوار وهكا وهكا، ولكن دابا المسمن الصغير كيشد اليد، كبير كيجي زوين كيجي هكا وكيجي مسمن. يلا المهم نخليكم معايا بلا ما نطول عليكم الهضره، طريقه التحضير تاع المسمن طريقه الطوراق وكيجي واعر. يلا خليكم معايا. كما كتشوفوا معايا هذا هو المسمن ديالي اللي غادي ان شاء الله نبدا معكم دابا المقادير وطريقه التحضير ديالو. نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا فكيجي مورق وخطير ورائع وكيشهي. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندك الدقيق الابيض او الفورص، غندير جوج زلايف، كندير جوج مقادير ديال جوج مكاييل مكيال ماشي مكيال كاع، زعما داكشي باش كتعبري سوا زليفه كبيره صغيره. المهم جوج فورص وواحد فينو، هكا ديما الفينو الثلث تاع الفورص. كاين اللي كيدير نص نص، ولكن نص نص كيجي داك المسمن كتجي العجينه قاصحه، من الاحسن يكون الفورص هو اللي غالب. كما كتشوفوا معايا غنغربلهم مزيان مزيان، ضروري تغربي الطحين واخا يكون ما عطاش من ماركه ضروري تغربليه. وبالنسبه لشنو هنضيف على الدقيق، الدقيق غادي نضيف عليه معلقه تاع سكر سنيده، هاد المعلقه هي اللي كتعطينا داك اللوين المحمر اللي كيكون في المسمن. وغادي ندير خميره د العجين، هادي اختياريه انا، علاش كنديرها؟ كيجي المسمن خفيف وما كيديرش هكا الحرقه وما كيتقلكش على معدتك. كندير راس معلقه وكندير الملح صافي، وغادي ندير الماء. العجينه تكون مرخوفه شويه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش عاوتاني جاريه، مرخوفه. مهم غادي نجمع العجينه ديالي، ندلكها فقط شويه غير هكا تنسجم ليا العجينه ديالي، غادي نخليها ترتاح. انا صراحه الاغلبيه ما كنعذبش راسي مع دليك ديال المسمن، فغير كنجمعها كنخليها ترتاح وغنوريكم، وغادي نرجع لها عاوتاني غادي ندلكها شويه غنخليها عاوتاني ترتاح. المسمن قد ما ارتاح فالعجينه كتجيك كتعطيك الطوع وكتجيك العجينه زوينه. المسمن صراحه ماشي بالدليك، اللي بغات توجدوا مثلا اللي بغات تربح الوقت يتلكوا، ولكن راه تعد معاه وانتو راه هاي خصك تخليه ترتاح يرتاح شويه كما شفتوا معايا. فانا غير جمعت العجينه خليتها ترتاح وخرجت لي بهذا الطريق بهذا الشكل هذا. غادي ندلكها شويه هكا، ندخل فيها شويه الماء وغادي نعاوتاني نخليها ترتاح ليا واحد ربع ساعه بالماء. ذوبت الزبده ديالي وجدت المسائل باش غادي نورق المسمن ديالي. هيا العجين تاعي من بعد ما ارتحت ليا المره الثانيه فكتجي رطيطبه وساهله في الخدمه. فريمون الطريقه هذه كتجي بها العجينه خطيره. غادي ناخذ واحد البلاطو غادي ندهنو بالزيت، و
غادي ندير كرات كما قلت لكم في الاول الفيديو، بيتي ديروا مسمن صغير تقدروا ديروه صغير. انا اللي ربح الوقت كنديروا كبير شويه بحال هكا، كما هكا كتربحي الوقت لا في التوراق لا في الطياب، كتقتصدي الوقت عليك شويه. من بعد ما كملت العجين تاعي كلها كورتها، فغادي ندير ليها السلوفان وغادي نخليها على جنب واحد شويه، واحد هكا 5 دقائق كلها، ونبدا ان شاء الله في التوراق ديالي. بالنسبه للتوراق انا ذوبت هنا الزبده، اي نوع تاع الزبده بغيتو، سواء المارغرين تاع التوراق، الا بغيتو ديروا المارغرين فمن الاحسن ديروا بونا او شي زبده من هذوك تاع الحك، فهادو اللي خاصين بالتوراق. من الاحسن صراحه بونا هي تاع التوراق، هي اللي كيخدموا بها الاغلبيه، لا في كرواسا لا في اي حاجه كتجي في التوراق زوينه. واللي بغى يدير الزبده سبيسيال اللي هي سبيسيال حيوانيه يقدر يديرها هي ثاني، كتعطي مذاق اخر للمسمن. انا صراحه كندير نص نص، كنضيف عليه معلقه تاع النشا غاد مع الزبده، كنحركها مزيان، والقليل من الزيت، هادشي اللي كنضيف على الزبده. وبالنسبه للفينو، هنا عندي الفينو كنضيف ليه واحد الخماره تاع الحلوه، هادو هما الحاجات باش غادي نورق المسمن ديالي. غنبدا على بركه الله، من بعد ما وجدت هادشي تاع التوراق غادي نبدا نورق. كما كتشوفوا معايا فالعجينه جات رطيبه وعاطيه الطعف هكا في التقراص، الا ما خليتيش العجينه ترتاح كتولي تعذبي نتي معاها، كتولي تفرسي مع بيديك، ما تكمل داك المسمن كيضرك صبعانك. فهكذا كما كتشوفوا معايا المسمن كتورقيه العجينه كتقرصها وكتبقى بلاصتها، ماشي كتبقى تقرصيها وتتبعك وترجع للحجم ديالها. فكان نقرصها على شكل مستطيل، كندهن بالقليل من الزبده والنشا، وغادي ندردر القليل من الفينو كما كتشوفوا معايا. وهاد هنا الطويه غادي تكون مختلفه شويه، ديما المسمن كنطويه على 3، انا هنا غادي نطويه بحال تقولوا على 4، غادي هو بصراحه راه اكثر من 4. غادي ناخذ جنب نطويه، المهم كما مفسر في الفيديو، غادي نطوي ونعاد نطوي. وهكا الطويه تاع المسمن باش تجيك مربعه، فعلى قد الطوله اللي درتي نتيا. انا هنا طويتها تقريبا شي 5 المرات، قد ما كانوا الطويات اكثر قد ما كيجيك المسمن مورق اكثر. غادي هنوجد معكم مسمن اخرى باش تجيكم الطريقه مفسره ومشروحه اكثر كما كتشوفوا معايا. غادي هنا حيت شي حيت البروتوكول، فمن الاحسن نخدم بيديا صراحه، اصلا ديما كنخدم بيديا راه غير دابا حيت الفيديو، والله ينجيكم خلاص من شي ناس وشي تعليقات وشي كتبغي دير الخطر لعباد الله وتخدم بطريقه زعما، ولكن من الاحسن كنفضل نخدم بالطريقه اللي كنخدم بها بيني وبين راسي. صافي غادي نكمل هاد الكميه تاع الكرات المسمن اللي عندي وندوزو للطياب. ندوزو دابا على بركه الله للطياب. كما كتشوفوا معايا هكا على ما كملت التوراق تاع المسمن كله، هندوز دابا نقرصها بحال هكا، كيجيني في التقراص ساهل، ما كيعذبنيش. كندوز دابا للطياب، البوطه تكون مويان ما تكونش ناقصه بزاف، كنديرو على الجهه الاولى ونرشو بالقليل من الزيت، وغادي نقلبوا للجهه الثانيه كما كتشوفوا معايا، وغادي نبدا نقلبوا فيه شويه بشويه حتى كيتحمر كما قلت لكم العافيه، ما تكونش مجهده بزاف باش كيطيب لينا من الداخل.
كنبدا نحمر فيه شويه بشويه حتى كيوجد معايا المسمن ديالي. نتمنى ان الطريقه تكون مشروحه ومفسره وان شاء الله تجربوا هذه الطريقه ويجيكم مسمن مورق وخطير. مهم نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونتمنى انكم تدعموني بلي لايك ديالكم ولي جيم وبارطاجيو مع العائله تاعكم والاصدقاء. علاش لا، فهاد الايام صراحه في اليوتيوب فنازل علينا برمعقول لي فيو ناقصين، ما كاينش تفاعل، لي نوتيفيكاسيون ما بقاوش كيوصلوا. المهم الا كنتي ما كيوصلوكش لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديو تاعي تقدري تطفي الجرس وتعاودي تفعليه، وفي نفس الوقت عافاك لايك. بغيت لي لايك صراحه اكثر باش هكا يوتيوب يحن علينا واحد شويه وبدا يطلع لي فيديو ديالي للناس ان شاء الله. يلا مهم خليكم مع نهايه الفيديو ومع الشكل الاخير كما شفتوه معايا في الاول، الشكل الاخير للمسمن. فالمسمن كيجي زوين وكبير. انا دابا مسمنه وحده راه كناكلها انا وبنتي ولا انا وراجلي. هو راجلي صراحه كيقدر يكمل وحده كلها بوحدو ولكن انا مسمنه وحده كافياني انا وبنتي. فبهكا كنديرو هكا في الفريغو فوق تما تشهيناه ولا بغيناه ولا هكا. الواحد ما كياكلوش يوميا بيان سور، كل نهار ورزقو كتبغي هكا في الكوتاي في الفطور، فكتكون عندك بعدا شي حاجه وجاك شي وحده على غفله كتلقيه ما تحطي بعدا مع شي طبيسي ديال الحلوه ولا كينفع صراحه حاجه الا كانت محطوطه في ستوك فكتنفع. المهم يلا خليت لكم الراحه الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو في راسكم وبسلام عليكم.